مرحبا بكم في حلقة جديدة من تعلم مع منى. في هذه الحلقة غادي نتعلموا واحد جوج ديال الجمل اللي بساط بزاف، سهلين بزاف، ولكن الأجر ديالهم كبير عند سيدي ربي. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأن هناك كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني هاد الكلمات اللي حنا غادي نتعلموهم دابا فهما خفاف على اللسان، يعني كنقدروا نطقوهم وسهلين ما صعبش، وثقيلتان في الميزان يعني الاجر ديالهم كبير عند سيدي ربي، ثقال في الميزان من ناحيه الاجر، وحبيبتان الى الرحمن، فالله سبحانه وتعالى كيبغيهم بزاف، اللي هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا في هذه الحلقة غادي نحاولوا نتعلموا كيفاش نكتبوهم، وبطبيعة الحال غادي نتعلموا نطقوهم، فنبقوا جميع مع سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والكلمة غادي نبداو بها هي سبحان. سبحان، إذا كيف ما تعودنا نبداو حرف بحرف. سبحان، أول حرف كنسمعوه هو حرف السين، إذا غادي نكتبو حرف السين. حرف السين، وغادي نشوفو شنو هي الحركة اللي عطينا الحرف السين. عطيناه ضمة لأننا قلنا سو سو. الحرف اللي تابع السين هو حرف الباء لأننا قلنا سب ب سب. إذن عندنا حرف الباء كيفاش داير؟ فيه سكون، علاش؟ لأننا قلنا سب 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 حاء حاء. إذن هناك حرف الحاء غادي نكتبوه سبحاء. وحرف الحاء عنده واحد المد لأنني قلت سبحاء، إذن غادي ندير ليه المد بالألف. علاش بالألف؟ لأنه مفتوح عنده فتحة. إذن سبحاء سبحانا نا. عندنا حرف النون في آخر الكلمة سبحانا سبحانا، عنده فتحة. هذه كلمة سبحانا 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 سبحان الله، لفظ الجلالة الله ولينا عارفينو. عندنا الألف وعندنا اللام الأولى واللام الثانية، وكيف ما ولينا عارفين اللام الثانية هي اللي كنديروا لها الشدة وكنديروا لها فتحة، سبحان الله. إذن هناك حرف الهاء، والهاء عندها كسرة، إذن سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. وحرف الواو عنده فتحة، و و ب ب حرف الباء، إذن حرف الباء عنده كسرة، ب ب ب ح ح. عندنا حرف الحاء غادي نديرو ليه كحركة فتحة لأننا قلنا وبي ح وبي ح وبي حم م. إذن هناك حرف الميم ساكنة لأننا قلنا وبي حم م، حرف الميم، وغادي نعطيوها السكون، حم حم وبحم وبحم. دي دي حرف الدال، والحركة اللي غادي نعطيوها الكسرة، وبحمدي هي هي. إذن هناك حرف الهاء غنساليو به الكلمة، فغادي نكتبوه بهذه الطريقة على شكل دائرة، إذن وبحمده هي
والحركة اللي غنعطيوه كسرة، لأننا قلنا هي هي. وبحمده وبحمده، فنعودو سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. بالنسبة للجملة الثانية فهي كتشبه الأولى، كيختلف غير في الكلمة الأخيرة. إذن سبحان الله العظيم. سبحان كيف ما كتبنا في الأول، عندنا أول حرف هو حرف السين، حرف السين، والحركة اللي عطيناه قلنا سو، إذن عطيناه ضمة سو. سب سب، إذن هناك حرف الباء، والحركة اللي عطيناه بما أننا قلنا سب إذن عطيناه سكون. سب سب. حا حا، عندنا حرف الحاء، عندنا حرف الحاء عنده فتحة لأننا قلنا سبحة سبحة، ولكن في نفس الوقت عندنا مد. علاش؟ لأننا قلنا سبحة حا، يعني كين الألف هنا. سبحان حرف النون في آخر الكلمة، وبالنسبة للحركة اللي غادي نعطيه فتحة. سبحان 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 الله الله. إذن لفظ الجلالة فحنا تعودنا مزيان كيفاش نكتبوه، عندنا الألف وعندنا اللام الأولى واللام الثانية وعندنا حرف الهاء. إذن سبحان الله، الله الألف الأولى ما نطقوهاش، اللام الأولى ما نطقوهاش، اللام الثانية كنديرو لها الشدة وفتحة، والهاء نديرو كسرة لأن قلنا الله الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم العظيم. إذن غادي نكتبو العظيم، أول حرف غادي نكتبوه هو الألف، ثاني حرف غادي نكتبوه هو اللام. الألف ما غاديش نطقوه لأن هناك وصل، غادي نديرو حرف اللام نديرو لها سكون. سبحان الله العظيم العظيم، إذن هناك حرف العين، لع حرف العين، وعندو كحركة الفتحة لأننا قلنا لع ع العظيم، إذن كين حرف الضاء العظيم. غادي نديرو ليه بحركة ونديرو الخط ديالو ونديرو النقطة لأنه ماشي حرف الضاء، حرف الضاء العظيم. الحركة اللي عطيناه كسرة العظيظي، إذن كاينة الياء لأن هذا الحرف غادي يكون معاه المد. العظيظي العظيمي مي، حرف الميم في آخر الكلمة، صافي غنسالي به الكلمة، يعني ما غاديش نخلي ليه الخط لأن ما غيتشارك معاه حتى شي حرف، فصافي غنسالي الكلمة غندير ليه هاك نهبطو لتحت. العظيمي مي، حرف الميم عنده كسرة العظيمي العظيمي. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. إذن نبقاو جميع دابا مع الخلاصة. إذن في هذا الفيديو تعلمنا سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعود سبحان الله
وبحمده سبحان الله العظيم. نعود لثالث مرة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذهما اللي قال لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. يعني سهلين بأننا نحفظوهم، خفاف على اللسان ديالنا وثقال في الميزان، يعني الأجر ديالهم كبير عند سيدة ربي، وفي نفس الوقت كيبغيهم سيدة ربي، حبيبتان إلى الرحمن، يعني سيدة ربي كيبغيهم بزاف وكيبغي منا أننا نبقى ونرددوهم. فضروري أننا نعود الفيديو بزاف المرات حتى نتمكنوا من الحفظ ديال هاد الكلمات، ونبقى ونكرهم يوميا بما أنهم حبيبتان إلى الرحمن. إذن نبقى نكرر كل نهار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبهذا غادي نكونوا سالينا الحلقة ديالنا ديال اليوم، كنتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم، وإلا عجبكم يعني بحال هاد المواضيع أننا نقولوا أدعية ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكنتمنى أنكم تقولوها لي في لي كومونتير إلا كان الفيديو كيسمح بطبيعة الحال، يعني في التعاليق. إلا ما كانش كيسمح فيكفي أن لو درتوا لي إعجاب نعرف بأنه تعجبكم بحال هاد المواضيع. فشكرا لكم بزاف على حسن التتبع والمشاهدة، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله. بسلامة.